وزير الخارجيه جه هنا او ما جاش هنا، هو ممثل للحكومه، والمشكله كمان انه مش ممثل للشعب، هو ممثل لواحد بس في الحكومه اللي هو السيسي في حد ذاته. السيسي ما عندوش الموقف اللي هو فيه موقف مش سهل، هو نفسه مش عارف يعمل ايه، لان اللي بيعمله هو النهارده كله ده ضد اللي هو بيعمله، ان هو المفروض يغير فكره السياسي، فكره دي كلها الكلام ده كله محتاج وقت منه يفكر فيه، او محتاج ناس تساعده، احتمال هو ما يقدرش يعمله لوحده، ما فيش حد يعرف كل حاجه، فهو اتجاه لكل رؤساء او الملوك العرب ان هم يبتدوا يتعاملوا مع شعوبهم بطريقه غير اللي هم يعرفوها، لان اللي هم يعرفوه متخلف كليه عن العالم كله. لان هو يعني هو مش عايز عنصريه، وهو حتى بيقول للجماعه بتوع الازهر ان احنا دول اخواتنا المسيحيين، دول اخواتنا في الوطن، لان هو الراجل فعلا مخلص جدا وعايز يطلع بمصر لفوق. بس اللي بيحصل ان في دول في العالم بتحاربه، زي الاداره الامريكيه، زي تركيا، زي قطر، الناس دي كلها بتحاول تحارب مصر عشان عايزين الاخوان المسلمين يمسكوا الحكم، وده مش هيحصل لان رد الشعب المصري بتقول مش عايزين الاخوان المسلمين. العالم جاد في محاربه الارهاب يمشي ورا السيسي. لان الاساس اصلا مش موجود. انت لما بتيجي تبني عماره او بتبني مبنى كبير، مش لازم بتعمله الاول الصبه بتاعته والعمدان بتاعته عشان يشيل المبنى الكبير. دوله زي مصر، ايه العمدان اللي عندك موجوده؟ الصبه. مفيش، انت هوا، مفيش اساس اصلا، مفيش اساس. فبالتالي حتى لو خدت اي راي ولا خدت اي قرار، مين اللي هيدعمك؟ انا طلعت النهارده قلت مثلا هاخد قرار همنع الارهاب. طب همنعه ازاي؟ طب وايه هو الارهاب؟ هل الارهاب بس اللي بيقف بسلاح ويقتل؟ طب هل الارهاب اللي هو طب اللي مش لاقي ياكل؟ هل ده مش الدوله بتمارس عليه نوع من انواع الارهاب؟ اللي بيروح يتعالج مش بيلاقي علاج، هل ده مش نوع من انواع الارهاب؟ الارهاب النفسي؟ هو الارهاب بس ده ممكن الناس اللي مش لاقيه تاكل او مش لاقيه تتعالج تتمنى انها تموت 1000 مره قبل ما يعني يتمنى يموتوا 1000 مره بايد ارهابي حقيقي قبل ما يموتوا بايد المعاناه اللي هم بيلاقوها في بلدهم. قول لي ايه معنى الارهاب؟ ايه هو الارهاب اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي؟ هل هو الدم بس؟ ولا الممارسات اللي بتمارسها الدول وحكامها على الشعوب؟ ايه هو الارهاب؟ ايه اللي بيوصل ان يكون في ارهاب؟ يعني ايه كان علشان بتاع الشرطه ضرب الواد بتاع اسكندريه وموته؟ طب استنى. بس انا قلت يعني انا دماغي مش مصريه، هم حاطينها في مصر. أما بالنسبة لفخامة الرئيس السيسي فأنا مديله سنة أو سنتين على الأكثر ومصر دي هتبقى سوبر باور. وبعد إحنا ياما ندهنا كتير، حتى أمريكا وأوباما وأوروبا وميركل وكل دول أوروبا، قلنا لهم مصر عندها تجربة في مكافحة الإرهاب، حطوا إيديكم في إيدينا وإحنا نقضي على الإرهاب، واخد بالك؟ لان زي ما قلت لسعادتك الارهاب بدا عندنا سنه 1990 وكان شديد، ومع ذلك انهيناه، عندنا خبره، واخد بالك؟